أهلا وسهلا فيكم متابعين الغالين بفيديو جديد. اليوم وصفتنا هي وصفة القطايف العصافيري. يلا مع بعض لنحضر هالوصفة السهلة واللذيذة. أول شيء منحط المكونات الجافة مع بعض، الطحين والسميد والنشا طبعا بدون الخميرة وبدون السكر. والسكر على المي الدافية ونحركهم كتير منيح. هلأ منجيب بريق الخفق مثل ما نكون شايفين، طبعا نحن بنقدر نخلطهم مع بعض بشكل طبيعي وعادي بدون هالبريق، بس لسهولة التحضير ولتدوب المكونات مع بعضها بشكل سهل رح نحضرها بهي الطريقة. منحط المي مع الخميرة والسكر ومنضيف عليها المواد الجافة ومنخفقهم مع بعض ليتجانسوا ويدوبوا كلهم ويصيروا بمقوام كريمي. هلأ بعد ما صاروا جاهزين للتحضير، طبعا فيكن تحطوها بطواية محمى مسبقا بشكل جيد وبعدين منحطها على درجة حرارة وسط أو على هذا الصاج عندي أنا متوفر فاستخدمته. فيكن تتحكموا بالمقياس، بالقياس على كيفكن، بتحبوها أكبر بتحبوها أصغر، كل واحد هو وذوقه. منطلع من الرقبة لتصير هيك من السفل وتصير جاهزة وخلص استوت. بعدها منحطها على بشكير نظيف على قطعة قماش قطن والمفروض إن نغطيها لتحافظ على رطوبتها ولما تنشف وتضل بالقوام المطلوب. هلأ صارت جاهزة للحشو. طبعا كتير عالم بتحشيها بقشطة، بتحشيها بأي شيء حسب الرغبة. أنا هالمرة حاولت أني سهلكن الطريقة الحشي والمكون تبعت الحشي واستخدمت قشطة المسكربوني وكانت فعلا شيء كتير كتير طيب لذيذ جدا. وكمان جربت كم وحدة سويتهم بزبدة اللوتس. كانت النتيجة رائعة والطعم ولا أطيب. أنا من رأيي أنكم تجربوها لتشوفوا كيف الطعم وهيك بتوفر عليكم جهد تحضير القشطة بالبيت. هون صارت جاهزة لحتى نذوق أو نشوف كيف الطعم. طبعا ما بننسى أن نحط شوية عسل، اللي بيحب عسل اللي بيحب قطر اللي هو حوات كل حدا هو شو بيحب. عسل مثل ما انتم شايفين وزينتها بالفستق الحلبي، طعم خيالي. لازم تجربوها وتعطوني رأيكم، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك والشير وتفعيل زر الشرس.